السلام ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في نموذج لأسئلة مادة اللغة العربية، أسئلة امتحان الاستفهام والنفي والتوكيد والتقديم ما حقه التأخير. هاي أسئلة لأحد المدارس مع الأجوبة لهذه المواضيع في مراجعة شاملة وكاملة للامتحان الوزاري. أولا قواعد اللغة العربية، السؤال الأول: أجب عن 5 أفرع ولكل فرع 3 درجات. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. استخرج كل متقدم حقه التأخير وبين نوعه وحكمه واذكر السبب. لحل هذا السؤال أول شيء المتقدم وعلى أبصارهم، خبر مقدم وجوبا، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. ولهم خبر مقدم جوازا، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصة. نجي على فرع باء. قال الشاعر: أنا أعذر ليلى بالنوم أم نلومها، وليلى فدى النفس التي لا ألومها. أي صح أولا؟ يقول أي صح أن نستبدل هل بالهمزة معللا؟ ثانيا: إذا حذفت أم وما بعدها من النص فما جوابك عن الاستفهام؟ خلينا نشوف الجواب. فرع باء ألف: لا يصح الاستبدال لأن الاستفهام تصوري. 2: يجاب بحرف الجواب نعم أو لا. نجي على فرع جيم. فرع جيم: قال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. في النص الكريم 3 توكيدات دل عليها ذاكرا طرائقها. خلينا نشوف التوكيدات الثلاثة. أول توكيد: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة بالقصر والنفي والاستثناء المفرغ، واحدة بالنعت العددي من فواق بالحرف الزائد من. نجي على فرع دال. دال: قال الشاعر: لا ييأس الإنسان من عفو كمثل الغيث يسكب. أي تعبير أبلغ في قول الشاعر الشاعرين لا ييأس أو لا يأس ولماذا؟ خلينا نشوف دال. دال لا يأس أبلغ لأنها نافية للجنس ونفيها مطلق. نجي على هاء. قال الشاعر: هل الزمن اللجوج الشكس إلا غريم النفس أقرض واستردى. يقول: ضع فعل يفيد النفي مرة وحرف نفي مرة أخرى يدل على هل مع الضبط بالشكل مبينا الأثر الإعرابي لكل منهما. نجي: ليس الزمن اللجوج الشكس إلا غريم النفس، الأثر الإعرابي يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. ما الزمن اللجوج الشكس إلا غريم النفس، الأثر الإعرابي لا أثر لها لانتقاض نفيها بإلا. نجي على واو. يقول: قال الشاعر: كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس يهرول أو نسيم ساري. يقول: ما نوع كم وما أعرابها ولماذا؟ الجواب: كم خبرية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تلاه فعل لازم. نجي على السؤال الثاني فرع ألف. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أولا: ما نوع الاستفهام الوارد أولا في النص الكريم؟ ثانيا: ماذا ورد من خصائص الهمزة في النص الكريم؟ خلينا نشوف أولا ما نوع الاستفهام الوارد في النص الكريم. يقول: أفلم تصديق، نوع الاستفهام تصديق. بالنسبة للجملة الثانية: ماذا ورد من خصائص الهمزة في النص الكريم؟ الجواب: لها الصدارة في يعني تسبق حروف العطف ودخولها على جملة منفية. ثالثا: كيف توجه إعراب أداة الاستفهام الثانية معللا؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال تلاه فعل تام؟
رابعا ما أعراب ما تحته خط وما لها من فروج؟ الجواب ما نافية مهملة من حرف جر زائد للتوكيد، فروج مبتدأ مؤخر، مجرور لفظا، مرفوع محلا. نجي على قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. يقول في النص الشريف تقديم دل عليه مبين حكمه والسبب. الجواب المتقدم لكل شيء وجوبا، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير مخصصة. فرع جيم، خلينا نشوف السؤال. يقول أجب عن أولا أو ثانيا، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، إن كنت تقدر فالأيام تارات. نجي على ما حكم توكيد الفعل بالنون معللا وما أعرابه. عندنا لا تقطعن، حكم التوكيد الفعل جائز، السبب سبق بطلب لا ناهية، لا تقطعن لا ناهية جازمة، تقطعن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا في محل جزم، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره أنت، والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. زين نجي على ثانيا، يقول عين الحروف الزائدة فيما يأتي. قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وما هي من الظالمين ببعيد، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. خلينا نشوف الثانية شنو الحروف الزائدة. الحروف الزائدة من فطور من كمثل الكاف، ببعيد الباء، من حرج امن، هاي الحروف الزائدة. السؤال الثالث، قالت ليلى الأخيرية لعمرك ما بالموت عار على الفتى، إذا لم تصبه في الحياة المعاذر، وما أحد حيا وإن كان سالما بأخلد ممن غيبته المقابر، ومن كان مما يحدث الدهر جازعا فلا بد يوما أن يرى وهو صابر، أو أن يرى وهو صابر. ما نوع لا في النص وما فائدتها؟ خلينا نشوفها. لا لا في النص عندنا لا بد، لا نافية للجنس، فائدتها التوكيد. ثانيا وما أحد حيا، يقول ما نوع ما الثانية في النص وما أثرها على جملتها؟ ما أحد حيا نافية عاملة عمل ليس، أثرها الإعرابي ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. ثالثا يقول اجعل من في البيت الثالث استفهامية في جملتها، من كان جازعا ما مما يحدث الدهر، من كان جازعا مما يحدث الدهر. نجي على فرع باء، يقول لكل داء دواء عند عالمه، من لم يكن عالما لم يدري ما الداء. خلينا نشوف اسم استفهم عن العلم جاعلا اسم الاستفهام مفعولا به. هنا خلينا نشوف فرع باء، ما الداء اسم استفهامية، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه اسم معرفة. نجي على السؤال اللي بعده، يقول ثانيا ما نوع ما الثانية وما أوجه إعرابها؟ ما الثانية هي قلناها ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم تلاه اسم معرفة. خلينا نشوف فرع جيم، أجب عن فرع واحد. يقول في النصي الكريمين الآتيين تقديم لما حقه التأخير، بين نوع المقدم وحكم التقديم معللا. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يقول ثانيا أول خلينا نشوف بين نوع ما تقديم تأخير. جيم المقدم نوعه حكم السبب، متى خبر مقدم واجب لأن الخبر من الألفاظ التي لها صدارة في الكلام، غير مفعول به جوازا ليس في الكلام ما يوجب التقديم. خلينا نشوف ثانيا تكررت اللام في النصوص الكريمة الآتية عدة مرات، فما نوعها في كل نص؟ قال تعالى لم يكن الله ليغفر لهم
إن هذا لهو القصص الحق. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نجي نشوف ثانيا شنو اللي صار. أول شيء ليغفر لهم لام الجحود، لهو لام التوكيد، لأغوينهم لام التوكيد الواقعة جواب في جواب القسم. هذا أعزائي الطلبة نموذج للأسئلة، أتمنى تستفادون من عنده، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.